وللحديث عن قرار البنك المركزي إيقاف السحب والحوالات بالدولار بداية العام القادم 2024، ينضم معنا من بغداد عبر سكايب الباحث في الشؤون الاقتصادية السيد عمر الحلبوسي. أستاذ عمر، بداية مرحبا بك. ما هي الأسباب الرئيسة التي تقف وراء قرار البنك المركزي العراقي إيقاف السحب والحوالات بالدولار منذ أو ابتداء من بداية عام 2024؟ أهلا وسهلا بكم. يدعي المركزي العراقي إيقاف التعاملات بالدولار الأمريكي في الداخل من أجل التحول لاستخدام الدينار العراقي في التعاملات المحلية، ولكن حقيقة هذا القرار هو ليس قرارا صحيحا بل قرارا خاطئا، ومن حق المواطن العراقي أن يستلم الحوالة بالدولار، ولا يوجد نص قانوني حقيقة يمنع تداول الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية، لكن حقيقة هذا القرار تم اتخاذه من قبل البنك المركزي العراقي جراء تدخل البنوك التي لها نفوذ كبير في داخل البنك المركزي من أجل أن تستوله على الدولار وتعظيم أرباحها على حساب إيقاع الخسائر الكبيرة في المواطن العراقي، علما أن كل عملية استيلاء على الحوالة تتسبب لعملاء المصارف بالخسارة الكبيرة جراء الفرق ما بين سعر الصرف الحقيقي وسعر الصرف في السوق السوداء، علما أن البنك المركزي العراقي والمصارف لا تعوض العملاء الفرق ما بين السعرين، كونها تسلم حقيقة العملاء الدولار على سعر الصرف الرسمي. كيف سيؤثر على الاقتصاد العراقي المتهاوي؟ حقيقة سوف يكون له انعكاسات سلبية كبيرة، ويحول العراق إلى بيئة طاردة للاستثمارات، فضلا عن زيادة عدم ثقة المواطن العراقي بالمصارف، هو كون حقيقة الآن المصارف هي بالأساس لا توجد فيها ثقة من قبل المواطن العراقي جراء كثير من التعرضات للودائع والأمانات للعملاء في هذه المصارف، فضلا عن استخدام السلبي للمصارف لأموال العملاء والمودعين عندها، ولذلك هذا القرار سوف يعزز عدم ثقة المواطن العراقي بالقطاع المصرفي العراقي، ويجعله حقيقة فاقد للثقة، وينفر العملاء سواء المحليين والخارجيين من التعامل معه. طيب، هل لك أن يعني توضح لنا هل هناك تشابه بين الحالة اللبنانية الاقتصادية والحالة العراقية الآن؟ هل ممكن أن تصل إلى مثل ما وصل لبنان إلى التضخم ومن ثم إلى إفلاس الدولة؟ حقيقة الوضع العراقي هو أسوأ من وضع لبنان، كون المصارف في العراق هي رؤوس أموالها وهمية وليست حقيقية، بالإضافة إلى ذلك أن القطاع المصرفي في العراق تعرض إلى غزو خارجي الذي حول هذه المصارف إلى أدوات استلزاق تعتاش عليها بعض الدول، بينما العراق وشعبه لا يجني منها إلا مزيدا من العقوبات والتضرر الكبير. ولو بحثنا يا سيدي الفاضل لوجدنا هناك مجموعة من الدول المجاورة التي تستنزف الدولار من العراق، تمتلك مجموعة من المصارف التي أصبحت هي أدواتها التي تستحوذ على الدولار من خلال نافذة بيع الدولار، وهناك حقيقة مصارف لدول جوار لو تم حقيقة إصدار قرار من وزارة الخزانة الأمريكية بتجميد هذه الأموال التي تهرب من العراق لوقعت كثير من هذه المصارف في فخ الإفلاس الكبير. لذلك نحن مقبلين على سيناريو حقيقة أسوأ من سيناريو لبنان، وأنا سبق وإن حذرت من هذا الوضع في منتصف عام 2022، لكن حقيقة البنك المركزي والحكومة لم يسمعوا لنداءاتنا التي أطلقنا. وول ستريت جورنال كشفت هذه الصحيفة عن أن طلب بغداد من واشنطن مليار دولار نقدا، يا ترى ولكن ما هي الأسباب التي تجعل واشنطن لا تزود بغداد بعملة الدولار؟ الحقيقة أن واشنطن رفضت تسليم العراق بالدولار ليست مرة واحدة بل هذه المرة الثانية متتالية، وسبب يعود في ذلك بأن الخزانة الأمريكية تجهل حقيقة ذهاب النهائي للدولار، ولكنها في الفترة الأخيرة كشفت بأن الدولار في العراق يذهب باتجاهات الدول المعاقبة، إيران وروسيا وسوريا ولبنان،
فضلا عن ذلك يا سيدي الفاضل، أن الوعود التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي بضبط عمليات الدولار ومنع التهريب الدولار، قد نكثت هذه الحكومة والبنك المركزي بالوعود أمام وزارة الخزانة الأمريكية. وكان السيد براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية قد حذر الحكومة والبنك المركزي من أن جميع هذه الألاعيب والتحايل على العقوبات الأمريكية قد كشفت، وأن على الحكومة العراقية والبنك المركزي أن يقوموا بوعودهم ويقوموا بعمليات التهريب، لكنهم لم يقوموا بعمليات التهريب. لذلك جاء هذا القرار الأمريكي بعدم تسليم العراق الشحنة النقدية من الدولار لمرتين متتالية، مما سيؤدي إلى محدودية الدولار في العراق. وهذا القرار يهدف حقيقة لمنع وصول الدولار إلى الكيانات ودول المعاقبة. الحكومة تتحمل إذن مسؤولية تغاضيها عن تهريب الدولار، لماذا تتغاضى الحكومة عن تهريب الدولار؟ بالتأكيد يا سيدي الفاضل، الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن التغاضي بعمليات تهريب الدولار، بل وأنا أقول لك يا سيدي الفاضل، بل هي مشاركة بعملية تهريب الدولار، كون الحدود والمنافذ الحدودية حقيقة مفتوحة لتهريب الدولار. كما أن إيران كانت قد اشترطت على حكومة السودان استمرارها بتقديم الدعم لهم مقابل أن تستمر حكومة السودان بإيصال الدولار إلى إيران، وهو ما جعل حكومة السودان تستمر حقيقة بتسهيل عمليات تهريب الدولار ووصوله إلى إيران عبر طرق متعددة ومتنوعة، سواء عبر الطرق البرية أو أيضا عبر العمليات الوهمية التي تتم من خلال المصارف، من خلال الاعتمادات المستندية التي تصدر بها المصارف، تكون باتجاهات تركيا والإمارات والأردن، ومن هناك يتم تكييش هذه الاعتمادات وتحويل الدولار إلى إيران والدول والكيانات الأخرى. لذلك الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة، وهي جزء رئيسي من المشكلة كونها لم تتخذ الإجراءات الحقيقية، بل تواطأت بشكل فعلي باستمرار عملية تهريب الدولار، وهذا ما أخبر به الجانب الأمريكي الحكومي. أستاذ عمر، المواطن العراقي إلى أي مدى يثق بالتطمينات الحكومية بعدم الاقتراب من أرصدتهم بالدولار الموجودة في البنوك؟ حقيقة المواطن العراقي لا يثق بتصريحات ولا بتطمينات الحكومة، وهناك تجارب كثيرة للمواطن العراقي مع هذه الحكومات ولم تفي بوعودها. بالإضافة إلى ذلك أن المصارف كانت قد تعدت بشكل كبير حقيقة على أموال المودعين العراقيين، سواء كانت في الدينار وفي الدولار، وقامت بعمليات وأنشطة مخاطرة كبيرة، مما عرض أموال المودعين إلى مخاطر كبيرة. ونحن نشهد اليوم حقيقة أزمة كبيرة جدا في الدينار العراقي، مما سوف يجعل هذه المصارف لا تمتلك القدرة بإيفاء بأموال المودعين حقيقة. بالإضافة إلى ذلك، محدودية الدولار تجعل عدم قدرة هذه المصارف على إعادة أموال المودعين في الدولار، وأن الأسبوع القادم حقيقة سوف تشهد يعني تقلبات كبيرة جدا ومشاكل كبيرة في هذه المصارف التي قامت بالتعدي على أموال المودعين. بالإضافة إلى ذلك، أن البنك المركزي والحكومة لم يقوموا بدورهم الحقيقي بالمحافظة على أموال المودعين، كما أن الشركة العراقية لضمان الودائع التي تدعي بأنها هي الضامن لودائع المواطن العراقي هي مجرد دكان تتحكم به المصارف التي هي تتلاعب بالبنك المركزي وبالقرارات الحكومية وقرارات الشركة العراقية لضمان الودائع، كون هذه المصارف تمتلك نفوذا كبيرا ولديها علاقات إقليمية، مما يعني تفرض سطوتها على كل هذه الكيانات. شكرا جزيلا أستاذ عمر الحلبوسي، الباحث في الشؤون الاقتصادية، كنت معنا من بغداد عبر سكايب.